في مبادرة قل نظيرها، جمع الإمام اللغوتي قدماء الرياضيين من مختلف التخصصات والذين غاب بعضهم عن الأنظار وانقطعت أخبارهم لأكثر من عقدين من الزمن، فيما تم استعراض فيلم وثائقي لإنجازات وبطولة هؤلاء. درنا من المولودية، درنا من الجسمو، درنا من بيتي، درنا من اللاز، ودرنا من الرياضيين، درنا من لي بوكسور، درنا من لافيرون، درنا الباسكت، درنا الجيدوكا، لي كاراتيكا. علاش؟ بغينا باش نورو بلي كاين بوتونسيال سبورتي في هذه المدينه، لازم نهتموا به ونعتنوا به، وحنا اللي يمنهم اليوم باش يشموا بعضهم بعض ويتلاقوا مع بعضهم بعض. كاين اللي راهم هنا في 15 عام 20 عام ما تلاقوش، لقيناهم الله يلقينا بهم في ساعه زينه، وبارك الله فيكم انتم اللي غطيتوا هذا الحدث، جزاكم الله خير. هذه المبادره كانت محطه لاستذكار سنوات الزمن الجميل، وشكر للامام الذي وفق في هذه المبادره التي جمعت الشمل وتركت اثرا طيبه. نهار مبارك، مكننا باش نلتقاو مع الرياضيين القدماء اللي ما شفناهمش منذ زمان، بعض منهم ما عرفناهمش، هذا من اثر السن. وبالمناسبه نشكروا الشيخ الغوتي اللي لمنا. كاين ناس في حقه ما كناش نعرفوهم، تلاقينا بهم اللي ما عرفناهم، اللي عندهم تاريخ. وهذه رساله لينا احنا، ورساله للاجيال القادمه، باللي نقيموا الماضينا باش يكون عندنا مستقبل. هذه مبادره قلال منها سيتادير ماذا بينا احنا تتكرر وتتكرر، ويتفكروا هاد الناس اللي خلوا بصمات في ميدان الرياضه وفي ميدان الفن. نتمنوها لكل في مضرب في كل ولايه، وين عندهم اللاعبين قدم وعندهم الصحفيين يتلاموا بعضهم. لم شمل كل الرياضيين، سواء السباحه، الرياضه، العاب القوى. يعني الرجل غني يعني باخلاقه وبثقافته. يعني الشيخ غوتي نتمنى له كل النجاح، راه لمنا اليوم وبارك الله فيه. مزيان ربي طولنا الاعمار وشفنا مبادره كيما هذه. الحمد لله راني فرحان، وراني فرحان مع الشيخ تاعنا، ورغم هنا كاع لي زاتلات كاع لي ديسيبلين راهم هنا موجودين. وهذه المبادره صافي بليزير لمنا كاع الشمل. كاين لي شحال من عام موسى بوكسار بوتشيش، شحال من عام ما شفتهمش، كاين لي 15 20 عام ما شفتهاش. الشيخ حفري تاعنا تاع جيدو. ليختتم اللقاء بصوره جماعيه ردد فيها الجميع كلمات مؤثره: الى اللقاء الى اللقاء، مودعين بعضهم على امل اللقاء مجددا إن كان في العمر بقية.